قناة النهار عبر يوتيوب تشارككم كل ما تبث، فشاركونا بآرائكم وتعليقاتكم. للبلاد نعرج إلى حزب جبهة التحرير الوطني الذي يتجه يوم الأربعاء القادم لعقد دورة اللجنة المركزية، والتي ستكون آخر محطة أمام القيادة الحالية قبل عقد المؤتمر العاشر يوم الخميس المقبل، وهذا وسط الأصوات التي تتعالى لخصوم عمار سعيداني الذين شككوا في إمكانية انعقاد هذه الدورة. تفاصيل أكثر مع طاهر بن زين. أيام فقط على عقد المؤتمر العاشر للحزب العتيد، تتجه القيادة الحالية للأفلان لعقد دورة اللجنة المركزية العادية، دورة هي الأخرى لا تخلو من التحديات، لعل أبرزها جمع أعضاء اللجنة في ظل التجاذبات الحاصلة بين عمار سعيداني وخصومه في الحزب. كل الإخوان سلمت لهم دعوة للحضور المركزية، أن الحضور يكون قوي للجنة المركزية، ونعطيك الدليل على ذلك. أغلبية أعضاء اللجنة المركزية شاركوا في مناقشة المشاريع أو اللوائح التي تعرض على المؤتمر إن شاء الله. في المقابل، على وتر النصاب القانوني، يلعب خصوم سعيداني بتشكيكهم في قدرة الأخير على إقناع أعضاء اللجنة المركزية في المشاركة. انعقاد اللجنة المركزية عشية المؤتمر، هو أنني متأكد منه، هو أنه سيكون اجتماع تاع اللجنة المركزية دون النصاب، وفي الحالة لما يكون ما كانش النصاب لابد استدعاءه لنهار آخر لإعطاء المهلة لأعضاء اللجنة المركزية لاجتماع ثاني. هي آخر لجنة مركزية للحزب العتيد تعقد قبل المنعرج الحاسم في مسار جبهة التحرير الوطني، فهل سينجح جناح عمار سعيداني في كسب الجولة الأولى من المعركة قبل موقعة القاعة البيضاوية؟ لتصلك آخر مستجداتنا اشترك معنا عبر صفحتنا الرسمية.